عليكم. السلام عليكم متابعي قناة الشعب قناة الترفية، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. فمتابعينا الكرام، انتم معنا من ملعب البلدي بما يسمى بالحفرة بسلاحي رحمة. فكيف ما كتشوفوا معنا أجواء صبيحة اليوم يعني لهاد جمعية العطاء السنوية اللي كتضم أكثر من 400 طفل. فصراحة هذا تشجيع الأطفال الصغار أنهم يلعبوا الكرة وأنهم يعمروا الوقت ديالهم على أنهم يمشيوا يديروا شبلية. فكيف ما كتشوفوا وليدات صغار عندك أستاذ عندك وليد أردوان أردوان أنا تسرح هنا أسرع اسمعي 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 صوم مع السيدة هاي تقول الله أوش أجي هنا يا أستاذ عليكم السلام أستاذ تكلم لنا عن هذه المبادرة هذه ديال 600 طفل السلام عليكم. معك إطار من إطار جمعية العطاء الرياضية السنوية، الجمعية اللي تأسست مؤخرا في واحد الحي اللي هو حي شعبي والحي اللي تعرفوا عنده كثافة سكانية كبيرة وعنده خصص في الجمعيات. والحمد لله الجمعية بهذا الإطار والسيد الرئيس تأسست واحد الظرف وجيز وقدرت تحقق اللي ما قدروش يحققوا واحد الجمعيات اللي معمرة سنين في الحي، لدرجة أنها دارت للوليدات الحمد لله 250 درهم للوليد اللي قدر كاع جميع الأطفال قدروا أنهم يأديوا هذا الثمن اللي هو ماشي في بغض النظر على 50 درهم اللي هي في المتناول ديال الجميع. والحمد لله كما كتشوفي الجمعيه قدرت توصل لواحد العدد اللي هو ماشي سهل، عدد ديال 600 طفل الحمد لله اللي وصلنا في واحد الظرف وجيز اللي هو من شهر 5 لدابا. والحمد لله وصلنا ل 600 طفل والحمد لله احنا بتضافر الجهود والاطار اللي كاينين والسيد الرئيس قدرنا ان احنا نوفروا لهم ماتريال، نوفروا لهم ملاعب، نوفروا والوليدات الحمد لله هما تبارك الله معنا الحمد لله ما خاصهم حتى خير التحازم ديالهم الماتريال البالونات الحمد لله قدرنا نوفروا كل شيء في الظرف الوجيز هذا. وتنشكروا السيد الرئيس وتنشكروا الاطار اللي والحمد لله هذه المبادره دارت باش عندنا الوليدات يبعدوا على الحمد لله كما كتعرفي حي شعبي فيه البليه فيه المخدرات فيه شحال من حاجه. الحمد لله كنحاولوا نعطروا الوليدات ونقضوهم من هذا البلا اللي كاين كيتلاح في الشارع. والله مالك الحمد الحمد لله اختي هادشي اللي كاين. اجي فقط زيد تسوي زيد تسوي اجي اجي اسرع سامي اسكت اسرع تسوي اسكت اسكت. انا فرحان مع الجمعيه، انا فرحان مع كوتش رضوان، فرحان مع كوتش رضوان. كوتش رضوان صراحه احسن كوتش كيدربنا مزيان مالي فينا. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الماتش ونربح. اجي فقط زيد السلام عليكم. بعدا شويه اسمع 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 اختارينا الكره هي المتنفس الوحيد اللي كاين في هنايا ومن بعد القرايه وصافي. كتقرا بعدا مزيان؟ ضروري القرايه الاولى. بالنسبه لجمعية العطاء شنو كتوفر لكم؟ شنو كيوفر؟ كيوفر لنا جميع لي بلون وانشطه وكل نهار انشطه ديالنا. لا لا الياس الياس فين الياس فين الياس ها هو راه مخبي الياس اش اش الياس يلا دابا شويه شويه خلي خلي دوي فرحان بزاف كتعني شنو كتعني لك الكره هي كل شيء في الحياه
كنرتاح فيها. السلام عليكم، معكم رضوان رئيس جمعيه العطار ديال السلاويه. هذه الجمعيه الحمد لله تاسست 25 شهر 5 2023. الحمد لله قدرنا نستطعوا واحد التسميه ديال الطفل اللي من الطبقه الهشه اللي من الحي الشعبي اللي هو حي الرحمه، والحمد لله التوهج ديال الاطفال اللي كتشوفي واحد يعني جميع الاباء والامهات بغاو يقيدوا الوليدات ديالهم، بغاو يلعبوا الكره. هذا واحد الانجاز ناجز على سيدنا الله ينصرو الرياضي الاول في المغرب من طنجه للقويره، والحمد لله فضل التوهج ديال المنتخب الوطني المغربي في قطر دومي الفينار. والحمد لله المنتخب الوطني المغربي مازال كاين منتخبات كما كتشوفي، ماشي كاين عندنا منتخب 2030، مازال الحمد لله عندنا منتخب حتى نهايه العالم ان شاء الله. تعيش 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 تعيش.